بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الـ example number 4 which is about DC series motor draws 100 ampere at 500 volt when working at full load at a speed of 300 rpm. فعندنا الامبير والفولتج والسرعة وانه شغال full load. الارمتشر and series resistance are 2 ohm and 1.5 ohm respectively. Find efficiency and torque developed in armature if the friction losses and iron losses is 900 watts. فأول حاجة نرسم الدي سي موتور. حل هذه المسألة. عندنا الارمتشر resistance 0.2 ohm وعندي الفيلد سيريز resistance 1.5 ohm. Then عندي الـ source connected 500 volt. التيار اللي يمشي الـ IL حيساوي 100 أمبير. فنقدر نحسب الـ input power اللي يسحبها الموتور. حتساوي الـ V terminal في الـ I load فتكون 500 volt ضرب 100 أمبير يعني 50,000 واتس أو 50 كيلو وات. ثم عندي ال إحنا نحتاج نوجد عشان نوجد ال efficiency. إحنا عارفين ال efficiency هي ال output power على ال input power في 100%. عشان نوجد هي هذه الـ input power. عشان نوجد الـ output power احتاج اوجد الـ developed power زائدا الـ friction losses. الـ be developed في الـ armature هي الـ E back مضروبة في الـ IA. الـ IA عندي هنا بما انه هذا series motor في الـ IL يساوي الـ IA. في الـ IA حيساوي الـ IL حيساوي 100 أمبير لأنها سيريز. يبقى عندي أوجد الـ E back. الـ E back هي الـ V terminal minus IA في RA زائدا R series لأنه سيريز موتور. فالـ R series والـ R armature series. فبالتالي الـ voltage drop على المقاومتين تنضرب الـ resistances في المقاومتين تنجمع وتنضرب في الـ IA فيكون عندي 500 ناقص الـ IA 100 في 0.2 زائدا 1.5 فحيحصل عندي 500 ناقصا 100 في 1.7 هتساوي 500 ناقص 100 في 1.7 نتكلم عن حوالي 170 فولت. فحيساوي الـ output الـ E back حيساوي 330 فولت وهذا طبيعي في سيريز موتور. فبالتالي الـ B developed حتساوي 330 ضرب 100 يعني 330 أو 33,000 واتس. فبالتالي الـ output power عندي حتساوي 33,000 عفوا هنا minus الـ friction loss اللي هي 900 فالـ output power عندي حتصير 32,100 واتس. فالـ efficiency عندي حتساوي الـ B output اللي هي 32,100 قسمة 50,000 الـ input في 100% فحيساوي الناتج عندي تقريبا 64.2%. فهذه كفاءة الموتور. يبقى عندنا طلب ايش؟
طلب التورك ديفلوبد في الارمتشر. لما يقول لي تورك ديفلوبد في الارمتشر هيساوي البي ديفلوبد في الارمتشر قسمة الاوميجا اللي هي السبيد. الاوميجا في الريدن بير سكند هتساوي 2 باي على 60 في السرعة، فتساوي 2 باي over 60 ضرب السرعة اللي هي 300 RPM. تساوي 31.4 راديان بير سكند، فحيكون التورك 33,000 بي ديفلوبد اللي هي هذه في الارمتشر، هي الاي اي الاي باك في الاي اي قسمة الاوميجا اللي هي 31.4 فحيساوي حوالي 1050 نيوتن متر. فغالب الأسئلة اللي كذا التورك ديفلوبد في الارمتشر دائما هي البي ديفلوبد في الارمتشر على الأوميجا، والبي ديفلوبد في الارمتشر هي الإي باك في الآي اي قسمة الأوميجا اللي هي 2 باي على 60 في السرعة. نقدر كذلك نقول انه لو يعني اخذنا هذه ككونستنت نقدر نقول 60 قسمة 6.28 يعني كأنها 9.55 مضروبة في ال V developed على السرعة. وهذا نهاية السؤال وشكرا لكم.